بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فادي البلتاجي من ورشة فنية. النهاردة بنوريكم الفيديو بتاع الشعلة بالحامل، زي ما بيسلم بالظبط يعني، بس طبعا مش هيسلم بالطوب، تمام؟ زي ما بيسلم بالظبط، اللي هو الشاسيه الحديد زي ما وعدناكم ان هيتعمل محمل معمول حديد، علب 2 في 4، معمول الزاوية بتاعته زاوية 2.5، معمول الخوصة بتاعته اللي هي 5 مللي، حاجة دي عشان تقدر تتحمل 2 و3 طوب، تمام؟ طبعا بيبقى الجهاز زي ما انتم شايفين كده، بتستلمه متجمع زي ما هو كده متجمع، يعني بتاخده متجمع كده، الشعلة مثبتة عليه، الترموستات والحاجة كده مثبتين عليه، على ان انت بتاخده عندك على طول. انت كل اللي بتعمله بتوصله بخرطوم غاز بأنبوبة بمنظم زي كده اهو، لازم يكون بمنظم اللي بيعلي ويوطي، تمام؟ ده الافضل يعني، لكن لو ما فيش يعلي بيوطي ممكن بيمشي باللي هو الثابت، ما فيش مشاكل، بس لو النار هاديه مش هتعرف تعليها. ده طبعا كده اهو. اهم حاجه طبعا بيبقى هو بتسلم معاه هنا ادابتورين، بتسلم معاه لو ما بتاخده كده بترموستات، لو انت واخده بترموستات ما عندكش لوحه وواخده بترموستات، ده هنا هو ده الاشعال الذاتي وده ترموستات. لو واخده بترموستات بتاخد معاه الاثنين ادابتور، معاه ادابتور للكهرباء بتاعة الإشعال الذاتي، ده بتاع الإشعال الذاتي بيبقى 3 فولت، بيبقى 3 فولت. ونخلي بالنا يا جماعة، نخلي بالنا اوعى تبدل الأدابتورات. أنا دايما بحاول يعني أنا حاليا دلوقتي جايب أدابتورات بترامل عشان ما تعملش لخبطة، يعني عشان ما تعملش لخبطة وتركب لي ده مكان ده، تمام؟ بس طبعا لو مش متوفرة بيبقى جايب جاكات زي ده. طبعا انا برضو هنا بحاول برضو هنا اهوت اني برضو بعزله، بركب له اللي هو الشرينك على ان ما حدش يفكه برضو عشان ما يلخبطش يعني. يعني هو حتى لو جايب الاثنين زي ده كده اهو، هيبقى جايب معمول بشرينك عشان ما حدش يبدل، تمام؟ لان ده 12 فولت بتاع الترموستات، 12 فولت بتاع الترموستات 12 فولت، وبتاع الاشعال الذاتي 3 فولت. لو بدلت الاشعال الذاتي بيتحرق، الاشعال الذاتي بيتحرق والسنسور ده بيتحرق، تمام؟ لو اديته 12 فولت بيتحرق، تمام؟ فاوعوا اللي ياخد ادابتور دايما يتاكد الاشعال الذاتي 3 فولت واللي هو الادابتور 12 فولت. احنا عاملين هنا بادابتور 12 فولت ليه؟ عشان الناس اللي عندهم النور بيقطع يقدر يشغله على بطاريه 12 فولت. لو النور بيقطع عنده وعايز يشغل الدفايه في الشتاء، طبعا الحراره بتقع في الشتاء، فاكتر الناس بيبقى عايز يشغل بحجاره او يشغل باي طريقه تانيه لغايه اما ترجع الكهرباء. فطبعا ده هتشغله بحجاره 3 فولت، تمام؟ بدل الادابتور 3 فولت، وده هتشغله ببطاريه 12 فولت اذا كانت بتاعت عربيه او اذا كانت الجافه ب 12 فولت، تمام؟ دي المعلومات العامه الاول عن الشعله. بعد كده هنبدا بعد كده نجرب، هنحط فيشه الكهرباء بتاعته، ادي الاولاني وادي الثاني، حطينا فيشه الكهرباء، تمام؟ الترموستات معانا اشتغل. طبعا الحراره، طبعا انا لسه مجرب من شويه، فطبعا المكان درجه الحراره عاليه جدا، خصوصا كمان الطوب ده كمان سخن، مدي حراره برضه عاليه جدا، تمام؟ يعني حافظ الحراره في المكان. يعني انا شو انا مخلص عقبال ما ركبته كنت بجرب الاول الحمل والكلام ده، يعني الكلام ده بقاله بتاع تلت ساعه والحراره لسه عاليه زي ما احنا شايفين. بالنسبه لنا هنا دلوقتي عايزين بقى مثلا هنجرب، طبعا طبعا انا موصل هنا الغاز وفتح الانبوبه، نتأكد الأنبوبة مفتوحة، الأنبوبة مفتوحة تمام. عندنا هنا اهوت عايزين، لا طبعا هنضطر ننزل حرارة، طبعا مش هنستنى جو الأوضة لما الحرارة تنزل، فهنبل بس بمية سعانة، هنبل الترموستات بمية سعانة عشان الحرارة تنزل. أنا عامل حرارة 30 وتفصل عند 34، أنا عامل الترموستات ظبطه 30 ويفصل عندي 34، نديله ميه ساعة تاني. الحرارة نزلت عن 30، الشعلة اشتغلت اوتوماتيك،
تمام. طبعا انا عامل الحامل ده بالطوب ليه؟ انا كده الطوب ده فايدته ان بيخزن معايا الحراره، ممكن تقدر تعمل دور او اتنين او تلاته او اربعه طبعا، بس لازم تكون الحماله اللي انت عاملها تكون بتتحمل الكلام ده، الحماله دي تتحمل 4 ادوار مفيش مشاكل. تمام كده الحراره معايا، الطوب ده بيخزن معايا الحراره، يعني النار اللي دلوقتي طالعه فوق دي السخونيه طبعا الهواء بيسخن بيدفي المكان. تمام غير كمان ان الطوب ده بيعبي معايا حراره، يعني بيعمل زي البطاريه للحراره، بخزن فيه الحراره النار اللي طلعت دي بدل ما تروح في الهواء، لا انا بستفيد بيها ان انا بخزن الطوب ده بسخنه، يوم الطوب لما يسخن معايا تقوم يحفظ لي الحراره، لما الشعله تطفي تقعد فتره كبيره الشعله فاصله، مش تطفي دقيقة ولا دقيقتين ولا ثلاثة وبعدين ترجع تشتغل تاني، لأن السخونية راحت. تمام الجو خلاص الجو كان دفى فخلاص السخونية مثلا نزلت فيقوم الحرارة تروح مني، لا أنا كده هو الطوب ده كده أهو بيعمل معايا زي البطارية، يعني الطوب ده ميزته إن بيعمل زي معايا إيه؟ زي البطارية، بيحفظ معايا درجات الحرارة. تمام بيحفظ معايا درجات الحرارة، يقوم الحرارة تطلع معايا تاني. طبعا هنا الحساس طبعا ساقع مطرح المية، اول بس ما هيدفى الحرارة معانا هتفصل. تمام دلوقتي زي ما احنا بنتكلم كده كده ده بيخزن معايا حرارة، بعد ما النار بس تطفي هنقيس لكم الحرارة بتاعت الطوب دي بتوصل ساعات ل 180 درجة حرارة الطوب ده، فده يعمل معاك يوفر معاك اشعال ان كده كأنك مولع نار، يعني ده بعد ما يفصل كأنك مولع نار، هتلاقي الحرارة تفضل معاك فترة كبيرة مفصولة، مش اول ما الدفاية تفصل 3 4 دقايق 5 دقايق تلاقي اشتغل التاني، لا تقعد معاك شوية يعني ايه على لغاية ما الحرارة بتاعت الطوب دي تهدى. طبعا الترموستات جاب 34 زي ما انا ظبطه الحراره فصلت. طب هنحط بقى الترموستات معانا هنا اهو، عايزين نشوف الطوب بقى ده اللي دلوقتي خزن معايا حراره قد ايه عشان هيوفر معايا مده قد ايه. شايفين يا جماعه الحراره كام وصلت كام؟ دي سخونيه الطوب غير زي ما انتم شايفين كده، في مروحه كمان شغاله علينا يعني كمان ببرد يعني. زي ما قلت في الفيديو السابق ان الحراره بتوصل ل 180 و200، بس انا قلت الكلام ده المره اللي فاتت في ناس ما كانوش مصدقيني، قال لك لا الحراره مش هتوصل للكلام ده. الحساس اهو يا جماعه اهو 190 وداخلين على ال 200. الحمد لله كلامنا بيثبت، الحمد لله ان كلامنا مظبوط، حراره داخله على ال 200. الحمد لله كان الفيديو اللي سابق اللي احنا عملناه الناس كانت متشككه تقول لك لا 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 الكلام ده مش هيحصل. طب عدت ال 200 كمان لغايه 205 كمان اهي، وجت عند 205 ووقفت يعني. تمام طبعا دلوقتي الحراره فصلت، الحرارة عندنا كده دلوقتي فصلت، المكان دفى والحرارة فصلت، شوف بقى الحرارة شوف طلعت كمان لكم؟ طلعت ل 35، ليه؟ الطوب ده بيسخن المكان. الطوب دلوقتي كده بيدفي المكان. تمام؟ الطوب دلوقتي الحرارة بتاخد من الطوب، يبقى الطوب ده سخن، دلوقتي الحرارة 200 يا جماعة. حرارة الطوب 200 207 أهو. أدي حرارة الطوب أهي. 207، فكده كده كأنك في شعلة شغالة. كده كان في شعله شغاله، انت كده موفر كهرباء موفر غاز، وكده في شعله عندك شغاله اهي بالبطاريه الطوب الحجري اللي هو حافظ الحراره اهي، انت عندك كده شعله شغاله اهي، بدات الحراره تنزل اهي، الجو بياخد منها وبدات الحراره تنزل، كان الطوب ده دلوقتي كده شعله شغاله، هيوفر معاك وقت كبير في الغاز، هتلاقي الانبوبه بتوفر معاك مش عايز اقول لك النص، خلينا يا سيدي التلت، مصلحه مش عايز اقول لك النص، مش عايز اقول لك الضعف، هتوفر معاك لما كنت بتاخد انبوبتين هتاخد انبوبه، ولا هقول لك لما تاخد انبوبه هتاخد نص انبوبه، لا يا عم بنوفر تلت. تلت انبوبه من يصلحها، نعمه من عند ربنا، اي توفير نقدر نوفره نعمه من عند ربنا. تمام؟ طبعا الابتكار دوت ممتاز جدا، وانا قبل كده نزلت الفكره دي وقلت يا جماعه اللي عايز يعمل الحماله دي يعملها، اللي عايز يعمل الحماله دي انا ادينا الفكره بتاعتها، اللي عايز يعملها يعملها. تمام؟
على ان هو يوفر، لان طبعا في ناس اتصلوا بيا استاذ فادي احنا رحنا سالنا عليها الحداد بيقول لنا 500 جنيه و600 جنيه فانت عندك هتبقى كلام، فانا قلت لهم دي هتتكلف عندي 350 جنيه بدهنها 350 جنيه تمام. فاللي في اللي عايزها تحت امركم بياخدها، هي كده ممكن ياخدها كامله، يتواصل مع السكرتاريه يشوف. طبعا انا مش عايز اقول في الفيديو الاسعار بتاعت الشعله وكام ده، لان الاسعار طبعا احنا داخلين على موسم فالاسعار ممكن تتغير بسبب زياده اسعار، فالناس بترجع تمسك في السعر اللي في الفيديو تمام. فطبعا انا بتكلم على الشعله دي بسعر الحماله بس دي بسعر النهارده، بسعر الحديد النهارده اللي هو بشهر 8 تمام، في شهر 8 عامله 350 جنيه، الا بقى الحديد لو زاد طبعا هتزيد معاه تمام. فدي كده الفيديو كده يا جماعه. شوف احنا بقى لنا فتره الحراره واقفه على 35، لان بتاخد من هنا بتاخد من الحجاره، دلوقتي احنا بناخد من الحجاره والحراره لسه معانا هنا اهوت 184، احنا كده حاليا بناخد من الحجاره فتمام. فانت لو عايز توصل هنا ل 34، انت عايز اساسا 34 ولقيت الحراره توصل ل 35، يبقى اظبط الترموستات على 33 على ان ما ياخد من الحراره بتاعت الحجاره هيوصل ل 34 تمام. يبقى احنا نفصل عند 33 بدل ما نفصل عند 34 على ان، وبعدين في التحضين 34 و35 كويس جدا، يعني 34 كويس جدا في التحضين كويس جدا تمام. فيا ريت الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله اللي عايز الشعله دي كامله باذن الله يا جماعه يتواصل معانا على يتواصل مع السكرتاريه على الواتس يشحنها له اذا كانت كامله الحامل بالشعله بالترموستات كامله تمام. عايزها من غير ترموستات ماشي، عايز الشعله بس لوحدها ماشي، عايز الحامل لوحده لو انت واخد شعله قبل كده ماشي، اللي انت عايزه تحت امركم يا جماعه. كان معاكم فادي البلتاجي من ورشه فنيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.